طيب، يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الأمان وراحة البال والطمأنينة اللي تبقى ترسى بيوتكم وحياتكم يا رب يا حبايبي. بصوا بقى، الفيديو ده كنت عامله زمان فترة طويلة، بس حسيت ان انا محتاجة اعيد المونتاج بتاعه علشان الصوت يكون فيه واضح ويكون افضل، بيبقى انه كمان فيديو متشاف وان انتوا حابينه يعني. طيب، مسك الطهارة من عبد الصمد القرشي، اللي هو المسك دوت، اللي هو بيبقى قطعة بيضة مكعبة ومغلفة بالغلاف زي ما انتوا شايفينها كده في البداية، وبتبقى قطعة ناشفة. دي بتستعمل ازاي يا جماعة؟ اولا مبدئيا كده خلونا نتفق ان المسك ده ما ينفعش تستعمليه في المناطق الحساسة ابدا، لان بيضر جدا وخطر، وحتى هم لما تيجي تشتكي من عندهم هيقولوا لك ان المسك ده ما ينفعش تستعمليه في المناطق اللي هي الحساسه او مناطق النبض والمناطق الخاصه يعني. ده اخره. ممكن لو هتستعمليه ممكن تضيفي معاه كريم بتبشريه، وتضيفي معاه كريم او فازلين او السائل بتاع الجونسون الزيت، بس تدفيه شويه مش تسخني، وبعد كده بتخلطيه مع البودرة بتاعته، وممكن نستعملها في أماكن النبض، ولكن ما تستعملهاش أبدا في المناطق الخاصة لأن حرفيا مضر. طيب، تقدري تستعمليه ازاي تاني؟ أول حاجة بتجيب المكعب كده وبتاخديه بتبشريه بشرة محترمة على الناعم، تكون البشرة على الناعم تمام. تقدري تحطيه منه شوية في بخاخة تمام، بعد ما تبشريه تحطي شوية منه في البخاخة، وتحطي عليها مية ورد، وترشرشي كده في الكبتات بتاعتك أو على الفراش أو أي حاجة، بتديله ريحة رهيبة لأن هو أصلا ريحته قوية جدا، ريحته نفاذة قوي، بالذات لما بتبشريه بيبقى ريحته بتطلع قوية قوية جدا. أو تقدري زي ما قلت لك كده ممكن تحطي مية ورد وتحطيه في بوتل وتبدأي ترشي. أنا كان أي بوتل عندي قديم ما حبش أرميه عشان أستعمله في الحاجات زي دي. تقدري كمان تعملي فكرة تانية، ان انت تحطي شوية منه في بوتل وعليها مية وعليها نقطتين تلاتة من اي دهن عود كمان بتحبيه كتدعيم ليها، وتبدأي ان انت تدرجي كويس جدا، وممكن بعد الشاور وتحطي شوية من زيت الجونسون وترجيها قوي، وممكن بعد الشاور ترش شوية كده بسيط على جسمك، وتروحي يعني بايديك براحه ايدك تلمعي ايدك جسمك كله، بس يعني في كذا طريقه تمام. في طريقه برضو من الطرق انك تبشري وتحطي في شاشه كده وتلفيها كويس وتحطيها في اركان الكبت، بيبقى ريحته بجد حرفيا تحفه. كل ما تفتحي الكبت بتاع الملابس هتلاقي اللي هو الدولاب يعني، هتلاقي هتشمي ريحه مسك حلوه قوي قوي قوي. كمان طريقه بحطه في شاشه كده واقفله واحطه في الشنط بتاعه الشتاء او الصيف، لما بنيجي نشيل من موسم لموسم بحب احطهم فيها، بتيجي تفتحي الشنطه بعد كده تلاقي ريحه ملابسك يا بنات حلوه قوي 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 حرفيا. يعني عندك كذا طريقه لاستعمال المسك الا انك تستخدميه للمناطق الخاصه، لان ما ينفعش ابدا علشان الاضرار. وبلاش تجيبه بتاع العطارين اللي هو بيبقى مكعب لونه اصفر جدا، بلاش منه، لانه مش يعني لما يكون بتاع عبد الصمد القرشي يقول لك فيه منه ضرر، فبالك دوت لا بلاش. اي واحد اي مكعب مسك من المكعبات دي ما تستخدمش للمناطق الخاصه. المناطق الخاصه ليها مسك العروس، مسك الطهاره، مسك الاسود اللي هو تقدري تستخدميه بس، لكن بلاش تستخدموا حاجات تضركم وتجيب لكم اضرار وتجيب مشاكل بعد كده، وانت اللي هتتعبي وانت اللي هتتبهدلي وانت اللي هترجعي تعالجي. فمن البدايه بلاش تستعملوا الحاجات دي، نصيحه لوجه الله ليكم. انا عدت الفيديو ده بمونتاج جديد وبطريقه جديده في الكلام علشان ان شاء الله باذن الله اللي يشوفه يبقى فاهم الطريقه وفاهم اللهجه تكون واضحه وكل حاجه فيه تكون واضحه قدام عينيكم. انا هنا حطيت طبق وحطيت فيه شويه من البودره اللي هي بتاعه المسك الطهاره واللي هو المسك بتاع عبد الصمد اقصد، وبعد كده بشرته، وكمان ممكن نحط عليه كريم او فازلين، وزي ما قلنا ندفيه شويه بس الفازلين ما يسخنش كتير عشان خطر، وتقدري تستعمليه برضو كخمريه بس كده حبايبي. يا رب لو الفيديو عجبكم تنزلوا تحت تكتبولي تعليق
بذكر الله وتقولي ايه رايكم في الفيديو، وما تنسوش تروحوا معايا على الفيسبوك واليوتيوب باسم معرنا العبودي، اكتبوا في السيرش معرنا العبودي هيطلع لكم، وفورا انزلوا، اتمنى تنزلوا وتعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس وتختاروا كلمة الكل وتعملوا مشاركة مع كل اصدقائكم. انتظروني فيديوهات كتير جدا عن ريفيوهات ان شاء الله هتعجبكم الفترة اللي جاية. بحبكم كتير، باي باي. يا رب ارحم امي وابويا، يا رب واغفر لهم واجعل قبرهم رود من رياض الجنة يا رب، هم وجميع الاموات.